فريق المصري البورسعيدي فاز على فريق الهلال الليبي بنتيجة 5-3، ده بركلات الترجيح في مباراة الإياب اللي أقيمت بينهم باستاد برج العرب ضمن فعاليات دور الـ 32 الكونفدرالية الإفريقية، وبكده بيتأهل لدور المجموعات. نادي الزمالك خاض تدريبات بدنية خاصة في بداية المران اللي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء الأهلي المقبل في السوبر الإفريقي، ويتولى مدرب الأحمال الإشراف على الفقرة لتجهيز اللاعبين بدنيا لمباراة السوبر الإفريقي، وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، وشرح المدير الفني برنامج التدريب اللي سيتم تنفيذه استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي. النادي الأهلي بدأ الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، واللي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الجاية بالمملكة العربية السعودية، وخاض الفريق مرانا قويا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وقام مارسيل كولر المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين أكد فيها غلق صفحة الفوز على جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، والاحتفال بتسلم درع بطولة الدوري، والتركيز بشدة على الاستعداد لمباراة السوبر. المنتخب الوطني للميني فوتبول للرجال فاز على منتخب تشاد بنتيجة 4-1 في بطولة كأس الأمم الإفريقية للميني فوتبول، واللي بتستضيفها جنوب إفريقيا في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر الجاري، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم بأذربيجان 2025. فريق برشلونة فاز على فياريال بنتيجة 5-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024، وتصدر نادي برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، وجه فياريال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة. فريق مانشستر سيتي تعادل مع فريق أرسنال بنتيجة 2-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب الاتحاد في قمة مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. بالنتيجة دي بيتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، فيما يأتي أرسنال رابعا برصيد 11 نقطة. فريق العين الإماراتي تأهل لمواجهة الأهلي في الدور اللي جاي من بطولة كأس إنتر كونتيننتال، وده بعد فوزه على الكبير على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب هزاع بن زايد في افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم 2024، وده ضمن منافسات الدور التمهيدي. فريق ميلان فاز على فريق انتر ميلان بنتيجة 2-1 في ديربي الغضب اللي جمع ما بين الغريمين ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي 2024-2025، وبالنتيجة دي بيتراجع انتر ميلان للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، فيما يتساوى معه ميلان في المركز السابع.